مرحبا بكم في هذا المحفل العلمي الكريم الذي تحفه الملائكة وتتنزل فيه الرحمة وتغشاه السكينة ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في ملأ عنده، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. معنا جملة من علماء الإسلام في الأرض، فضيلة الشيخ أحمد مويني بابا مفتي كينيا، وفضيلة الشيخ الحافظ شاكر فتاحو من مقدونيا رئيس العلماء ومفتي ديارها، وسماحة الشيخ مصطفى يوسف مفتي بلغراد، وفضيلة الشيخ أبو بكر جمل الليل مفتي جزر القمر، وفضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني الأمين العام لدار الإفتاء بالأردن، وفضيلة الشيخ شعبان رمضان مباجي مفتي أوغندا. نرحب بالمنصة الكريمة في هذا المؤتمر الفريد من نوعه لدراسة دور المرأة في بناء الوعي، والمنعقد في يومي 25 و26 من أغسطس سنة 2024 بالقاهرة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرئاسة معالي وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في الدورة 35 وبمشاركة نحو 60 دولة من دول العالم. نبدأ هذه الجلسة متوكلين على الله سبحانه وتعالى، ومدتها ساعة ونصف، وعلى ذلك ولأن معنا 6 متحدثون، معنا 6 متحدثون، فنقسم الأمر على 10 دقائق لكل متحدث. موافقون معالي المفتون الكرام؟ موافقون. ديمقراطية، يعني نوع من أنواع الشورى، وأمرهم شورى بينهم. فنعطي 10 دقائق لكل متحدث ليأخذ المجموع نحو الساعة، ثم بعد ذلك يكون هناك فرصة للمناقشات والمداخلات والتعقيبات والتعليقات، فيكون الأمر على ما ينبغي أن يكون. ساعة ونصف إن شاء الله تحفنا فيها الملائكة ونستمع فيها إلى العلم النافع. نبدأ بفضيلة الشيخ أحمد مويني بابا صوالح بدوي مفتي كينيا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله، ما واقت إلا وفرجها الله. وبعد السلام والتحية، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما قل ودل خير مما كثر وألهى. والحقيقة لم أكن أتوقع أنني سيكون لي دور في الكلام،
لأنني دخلت هذا الصباح والمؤتمر قد بدأ فعالياته، ولكن يقال أطيب الطيبات حطب الأعادي وحبيب أتى بلا ميعاد، وجاءتني هذه الكلمة بلا ميعاد. إنني أعلم يقينا أن ما قيل وما سوف يقال في هذا المؤتمر العظيم يجعلني لا أدري ماذا أقول، أو يجعلني أكتفي بما أسمعه وما سوف أسمعه في هذا المؤتمر العظيم. المرأة جزء من المجتمع، المرأة كرمها القرآن الكريم بما لا يحتاج إلى دليل، يكفي أن المولى سبحانه وتعالى حينما أخبرني في كتابه الكريم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. قرن المولى سبحانه وتعالى الذكر بالأنثى، بل قدمه المولى سبحانه وتعالى في الهبة، يهب لمن يشاء إناثا، قدم المرأة على الرجل لكونه شق من جانب الرجل. إنما النساء شقائق الرجال. إنني أعطيت 10 دقائق، هذه 10 دقائق كثير بالنسبة لي، لأنني كما تقدمت وقلت سنسمع كثيرا بعدما سمعنا، وسوف نسمع كثيرا مما يختص أو يخص بالمرأة ودورها في بناء المجتمع. معاشر الحاضرين، المولى سبحانه وتعالى جعل المرأة كما سمعنا في آيات كثيرة تليت في هذا المؤتمر، وكما قلت يجعلني لا أقدر أن أضيف أي شيء بعدما سمعنا من الكلام وما سوف نسمعه. إنني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكر أن من علي بالحضور في هذا المجتمع لنستفيد لا أن نفيد، لأن ما سيقال من العلماء الأجلة والسادة الفضلاء يجعل لساني لا يقدر أن ينطق أي شيء. أحمد الله سبحانه وتعالى. أخيرا، نحن ننتظر الطبخة الأخيرة، هذه الطبخة هي موعد من التجربة المصرية التي سوف نسمعها في هذا المؤتمر. أشكر الذين أقاموا هذا المجتمع وهذا المؤتمر، وفي المقدمة معالي السيد الوزير وزير الأوقاف السيد أسامة الأزهري تحت رعاية رئيس الدولة السيد عبد الفتاح السيسي. أكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، وهذا يبين أن العلماء لهم صولة ولهم جولة. كلام بسيط قليل لكنه نافع بل وجديد. تقديم الأنثى على الذكر في الهبة والهبة يمتن الله بها على عباده فيقدم أعلاها على الذكر، معنى لفت أذهاننا
إلى معان عميقة حول تقديم الأنثى على الذكر في قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فقليل الكلام يا فضيلة المفتي خير من كثير، وعلمتنا ما لم نكن نعلم، فالحمد لله. هكذا شأن العلماء، بقليل الكلام يحصلون كثير المعاني. ننتقل الآن إلى فضيلة الشيخ الحافظ شاكر فتاحه، رئيس العلماء ومفتي الديار ببلاد مقدونيا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي شرفنا بالإسلام، دين التوحيد والعلم والتعليم والمحبة والسلام، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سعادة الدكتور أسامة الأزهري المحترم، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية مصر العربية، الحضور الكرام، الإخوة والأخوات، رئيس الجلسة الأستاذ الدكتور العلامة علي الجمعة، أريد باسمي وباسم الاتحاد الإسلامي في جمهورية مقدونيا الشمالية أن أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أقف أمامكم اليوم في هذا المؤتمر الهام في قلب القاهرة، عاصمة العلم والحضارة، المنظم من قبل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برعاية فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي حفظه الله، وسعادة وزير الأوقاف المصرية فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وفقه الله في مهامته الجديد وسدد خطاه، للحديث عن دور المرأة في بناء الوعي والمجتمع. إن هذا الموضوع يحمل في طياته أهمية بالغة، لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا ببناء المجتمعات السليمة والنهوض بها نحو الأفضل. إن الإسلام قد منح المرأة مكانة رفيعة ودورا محوريا في المجتمع، حيث أعطاها حقوقا لم تكن معروفة قبل ظهور الإسلام. فالقرآن الكريم يذكر المرأة في العديد من الآيات مؤكدا على مساواتها مع الرجل في الإنسانية والكرامة والمسؤولية. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآية، صدق الله العظيم. من خلال هذه الآية الكريمة يتبين لنا أن المرأة تشارك الرجل
في مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي مهمة تعكس دورها المحوري في بناء الوعي المجتمعي. لقد كانت المرأة دائما جزءا لا يتجزأ من المجتمع الإسلامي منذ بدايتها، تساهم في نشر العلم والمعرفة وفي تعزيز القيم والأخلاق الإسلامية. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه كان يقدر دور النساء في المجتمع، وكان يشجع على تعليمهن وتمكينهن، لأنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو حديث يشمل النساء والرجال على حد سواء، مما يؤكد على أهمية دور المرأة في طلب العلم ونشره في المجتمع. التربية هي حجر الزاوية في بناء الوعي المجتمعي، والمرأة تلعب الدور الأساسي في هذه العملية. فالمرأة كأم هي التي تجرس القيم والأخلاق في نفوس الأجيال الصاعدة، وتزرع فيهم الوعي بأهمية العلم والعمل والأخلاق الحميدة. وقد أشار الإسلام إلى هذا الدور العظيم للمرأة الأم في بناء الأجيال، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن التربية لا تقصر على الجوانب المادية فقط، بل تشمل أيضا الجوانب الروحية والنفسية. فالمرأة المسلمة من خلال وعيها بدينها وبمسؤولياتها تسهم في تنشئة جيل واع ومدرك لأهمية دوره في المجتمع، كما أن دورها كأم لا يتوقف عند البيت فقط، بل يمتد إلى المجتمع الأوسع من خلال المشاركة في المبادرات التعليمية والثقافية والدينية. إن الإسلام إذن يشجع المرأة على طلب العلم ونشره بلا ريب. وقد كانت النساء المسلمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا يشاركن في تعليم المجتمع ونشر المعرفة. فسيدة عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من أفقه النساء عصرها، وشاركها الصحابة في استنباط الأحكام الشرعية، حيث كانت معلمة ومرجعية للعلم والمعرفة. إن المرأة المتعلمة تصبح قادرة على مساهمة بفعالية في المجتمع، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو الاجتماعي. إن تمكين المرأة من وصول إلى التعليم ومساعدتها على تحقيق إمكاناتها يؤدي إلى تحقيق تقدم
كبير في المجتمع ككل، وذلك لأن المرأة المتعلمة تربي أبناء المتعلمين وواعين بأهمية دورهم في بناء الأسرة والمجتمع. وفي الختام أود أن أؤكد على أن دور المرأة في بناء الوعي في المجتمع من منظور الإسلامي هو دور لا غنى عنه. إن المرأة بنور الإسلام تستطيع أن تكون رائدة في جميع المجالات الحياة من خلال دورها في التربية والتعليم والعمل المجتمعي والسياسي. لم يجعل الإسلام من المرأة كائنا تابعا، بل منحها المسؤولية والشرف لتكون شريكة في بناء المجتمع. إن التحديات التي تواجهها المرأة اليوم تطلب منا جميعا دعمها وتمكينها للقيام بدورها على أكمل وجه. إن بناء مجتمع قوي وواع يتطلب أن تفعل جميع الأدوار، ولا سيما دور المرأة التي هي أساس الأسرة والمجتمع. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا في خدمة ديننا ومجتمعنا، وأن يجعل من نسائنا المسلمات قدوة ونورا في درب البناء والتقدم. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الشيخ الحافظ شاكر رئيس العلماء ومفتي ديار مقدونيا الشمالية، واستفدنا كثيرا من كلمته الماتعة. نستمع الآن إلى سماحة الشيخ مصطفى يوسف مفتي بلغراد من صربيا. يمكن استعمال هذا؟ نعم هو شغال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أعتذر لأنه سأكمل كلامي بلغة الإنجليزية، لأنه من رأيي أنه لا بد أن يفهموا دول اللي بيكلموا عن الإسلام برا مصر وبرا بلاد الإسلامية. يتحدثوا كثيرا عن المرأة ويتحدثوا بلغتهم. أريد أستخذ هذه الفرصة أن أرد بلغتهم وأن أقول بعض الكلمات عن الموضوع المهم جدا جدا، موضوع ولو حد عايز سماعات يحطوا معه. Dear brothers and sisters, esteemed scholars, respected guests, dear brother Dr. Ali Goma, Mufti Sabiq, dear and respected Your Excellency Ministry of Awqaf of Egypt, of Sudan, of all countries here which I see, I want to thank you for this opportunity, for being today with you and speaking about a very important issue, an issue of woman in Islam and her position and her role. Today I stand before you to address a very important topic,
the role of women in raising consciousness with the framework of Islam. The significance of these subjects cannot be overstated, and as the empowerment of women and their involvement in cultivating awareness is essential for the prosperity and for the progress of any community. The value of women in Islam is written in Quran 15 centuries ago. First, what Allah forbid in Quran is to kill the woman, children, to female children. And by one sentence, Allah stopped the killing of women, Allah stopped the killing of female children for the benefit of this every human society. Islam, in Quran, Allah emphasized the equal worth alongside men, as Allah said in Surah An-Nisa. Allah dedicated one complete surah called Nisa in Quran al-Azim, in Allah's last revelation. And he said, and for women is a share of what they have earned. So he saw us and he showed to us that women can earn and own her own property 15 centuries ago. This is verse underlines the recognition of women's right to participate actively in society. Women in Islam have been granted the right to education, to own property, and to voice their opinions. Second, the role of education. The seeking of knowledge is a fundamental duty in Islam for both, for men and women. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may peace be upon him, said, seeking knowledge is an obligation upon every Muslim. This includes women who have historically been at the forefront of education. The notable women of Islamic history, such as Aisha bint Abu Bakr radiallahu anha, who relayed numerous of hadith, exemplify the power of women as educators and scholars. Educated women are critical in shaping the conscious awareness of future generation. By imparting knowledge and values, they create a foundation of awareness that thrives in family and society. Third, women as agency of change and awareness. Women are not merely passive beings. They are dynamic and very active in change and for changing the societies. By raising their voices, participating in social matters, and advocating for justice, women can address social issues such as poverty, education, and health. The role of women in community building is emphasized in the saying of the Prophet, peace be upon him, when he said, the best among you are those who are the best to their families. When women are empowered, they enrich their families and subsequently society as a whole. The power
of women in spiritual guidance is something what is very important. Women also hold a special place in providing spiritual guidance and nurturing a community's consciousness. The moral and ethical education that mothers provide significantly impacts the values of their children tomorrow. As the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, stated, paradise lays at the feet of your mothers. This highlights the profound influence of women in rising conscious moral and responsible individuals who contribute positively to society. Community involvement and leadership. In recent years, we have seen a revival of women participation in various aspects of community life, including leadership roles. Their involvement in decision making and their ability to articulate social justice issues raise consensus not just about women's rights but also about broader societal concerns. Women leaders can guide communities to tackle pressing issues such as extremism and discrimination, fostering an environment of awareness and understanding. In conclusion, the role of women in raising the consciousness in Islam is multifaceted and vital. Their contribution to education, family and spiritual guidance, and their contribution in community leadership shape societal values and enhance communal well-being. As we move forward, let us support and empower our women, recognizing their crucial role in forging a more conscious and aware society that aligns with the values of Islam. Together, let us build a future where the wisdom, strength, and potential of women are fully acknowledged and harnessed for the betterment of all. Also, I want to say that I am the son of Al-Azhar because my father and my mother, they were meet here and they start their relation from the Azhar Sharif. And alhamdulillah ta'ala, we are now in Belgrade continuing with this mission with all three children who are Azhariyin. And we want to say, I would be unfair if I didn't mention my mother. She is the first dufa'a, awwal dufa'a lil banat fil Azhar al-Sharif منذ 80 سنة. ومصر عملت. I believe Egypt did it, but who have to learn is the country of Europe, the country of states, and all other countries, they have to learn from Azhar al-Sharif, all of us. May Allah bless you, and may Allah bless Egypt and the people of Egypt, and the President Sisi who organized, who is the sponsor of this, and our brothers from the Ministry of Awqaf, and our Darul Ifta, together with Muftiyin, and of course, as a Manara, Al-Azhar al-Sharif, and Dr. Ahmed al-Tayyib, may Allah bless him, and may Allah give all the best to all people, and may this be some useful for us, inshallah, for all of us. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
شكرا لسماحة الشيخ مصطفى يوسف. نعم لابد من سباهتش مهمة جدا. شكرا لسماحة الشيخ سباهتش يوسف سباهتش يوسف بن قصين يوسف مصطفى يوسف. واسم ابي حمدي. حمدي. اي نعم. يعني كل ده والوالد الله يرحمهم رحمهم الله تعالى وربنا سبحانه وتعالى يلحقنا بهم على كمال الايمان وتمام الاسلام. شكرا سماحة الشيخ، شرفت مصر ونورت العبادة والبلاد، والثلاث أطفال أو الثلاثة من الجيل الجديد في أعيننا حتى يتم المقصود. شكرا لكم. نستمع الآن إلى فضيلة الشيخ أبو بكر جمل اللي مفتي جزر القمر، وهو صديق قديم بارك الله فيه، وأمامه 10 دقائق. تفضل يا مولانا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثاره وبعد. معالي شيخ الأستاذ أسامة الطيب الأزهر، وزير الأوقاف ووزير المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فضيلة رئيس الجلسة المؤقر، أصحاب الفضيلة أعضاء الجلسة المؤقرين، أصحاب الفضيلة والمعالي والسماعة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتوجه بشكر بجزيل الشكر وعظيم التقدير إلى أخي العزيز معالي الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور أسامة سيد الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية، على جهوده في الاطلاع بواجب الوقت نحو محاربة الغلو والتطرف وتعزيز وترسيخ قيم الإسلام ومبادئه السمحة التي تعزز الأمن والسلامة والاستقرار والتنمية في البلدان. كما أشكر معالي تكرمه بدعوتنا للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر الدولي العام 35 للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية تحت عنوان دور المرأة في بناء الوعي. وأشكر كذلك وفريق العمل على حسن الاستقبال وكرم الضيافة المصرية الفياضة، وجزاهم الله عنا خير الجزاء وأجزى الله لهم المثوبة. وأشيد بالرعاية الكريمة بهذا المؤتمر من لدن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حفظه الله انطلاقا من واجبه الديني في حماية المقاصد الدينية وصون الأحكام الشرعية بما يوافق قيم الإسلام السامية. أصحاب المعالي والسماع والفضيلة، إن علاقة الإنسان بالثقافة كانت وما زالت قائمة، وارتباط الإنسان بالثقافة يحدد وجها من أوجه وجوده على الأرض. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. تترجم الثقافة أساليب وطرائق عيش المجتمعات، وتبرز صورة عامة لحياة الشعوب، وتعبر الثقافة عن التطور التاريخي والاجتماعي في المجتمعات وتراثها المعروف. وباختصار فإن الثقافة تمثل الهوية الجماعية والتعبير عن الذات للمجتمعات والأفراد، وهي مفتاح لفهم كيفية تفاعل الناس مع بعضهم البعض ومع العالم من حوله. لقد أصبح واضحا أنه لا شخصية للفرد بدون مجتمع، ولا مجتمع بدون ثقافة. ف
فالثقافة هي الوسط الذي تنمو فيه شخصية الفرد وتشكل أفكاره وخبرته ودوافعه وطرق تعبيره وانفعالاته، كما تحدد له المعايير التي يسترشد بها في سلوكه وتفرض عليه العادات والتقاليد التي يتمسك بها. وتتم هذه العملية من خلال الأسرة والمدرسة ودور العبادة ووسائل الإعلام. وحسب للمرأة أدوار كبيرة في المجتمع مثل الرجل، فقد شاركت المرأة عبر العصور القديمة والحديثة في شتى المجالات، وكان لها الفضل في تنمية الثقافة والفنون في المجتمعات الإنسانية، والأهمية بناء الوعي الثقافي ودور المرأة في ذلك. جاء البحث في هذا المؤتمر بعنوان دور المرأة في بناء الوعي الثقافي، وقد جعلته في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة اشتملت أهم نتائج وتوصيات البحث، والتي منها: أولا، أهمية تعزيز دور المرأة في بناء الوعي الثقافي لتحقيق التسامح والتعايش السلمي والتنمية المستدامة. ثانيا، يجب مساندة المرأة في مجال تعزيز الثقافة الإسلامية ومد يد العون في كل مؤسسات المجتمع الثقافية والتربوية لتستطيع أن تصمد أمام التحديات التي تواجهها في بناء الوعي الثقافي. ثالثا، يجب تقديم برامج إرشادية للمرأة عبر الجمعيات والمؤسسات والمنظمات النسوية التي تعمل على مساعدة المرأة ارتقاء بدورها في تعزيز الثقافة الإسلامية من خلال تنويع الأساليب الحديثة المستخدمة في تربية الأبناء مع مهارات التعامل في مواجهة معترك الحياة. رابعا، يجب إعداد برامج ثقافية تحدد الهوية الإسلامية عبر أصل التوحيد الذي يشكل جوهر الثقافة المسلمة، التي تنبذ العنف والظلم والاستبداد وتعزز المودة والتسامح والتعارف، وهذا أصل في ثقافتنا الإسلامية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والعفو منكم. شكرا لفضيلة الشيخ أبو بكر جبل الليل مفتي جزر القمر. ونستمع الآن إلى فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني الأمين العام لدار الإفتاء بالأردن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سماحة الشيخ علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب، أصحاب السماحة والفضيلة والسعادة المشايخ الكرام الذين أكرمونا بهذه الدعوة الكريمة، أنقل لكم من المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعبا المحبة والتحية لمصر قيادة وشعبا، مصر العروبة والإسلام، مصر الكنانة المكنونة في قلب كل عربي ومسلم. وما أحوجنا إلى هذا الموضوع اليوم دور المرأة في صناعة الوعي، وأنا أكلمكم وأنا الآن أمين عام دائرة الإفتاء، ولكن قبل ذلك عملت 18 عاما في القضاء الشرعي، وجل عملنا في الأسرة إلى أن صدرت إرادة سيدي جلالة الملك عبد الله أن أكون أميرا عاما لدائرة الإفتاء. فكنا نرى ما تواجهه المرأة اليوم من حرب حقيقية تستهدف فكرها وخلقها، ويمكن أن نقسم هذه الحرب إلى قسمين رئيسيين: هنالك فكر متطرف أعمى البصيرة عن الدور العظيم للمرأة، وبين من أدرك هذا الدور وهو الأخطر
أدرك هذا الدور فأراد صرف المرأة عنه وأراد ما اختلنا من حيث قوتنا وهذا ما نراه بالدعوات إلى الإلحاد والشذوذ والفواحش ومحاولات إضعاف الأسرة وتقاصرها عن أداء دورها ومثيل هذه الدعوات. واجبنا اليوم بعد التأكيد على دور المرأة البناء أن نمكن ونحمي للمرأة لتكون رائدة في بناء الهوية الثقافية للأمة والوعي المستمد من مدرسة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. فنحن عندما نتكلم عن المرأة نتكلم عن أستاذ الأساتذة الأولى، عن صانعة قيم المجتمع، عن أمينة خلقه، عن أول معلم للفرد وأكثر المعلمين تأثيرا. هذه هي المرأة، وهي من أهم أسباب نهضة الأمة على جميع المستويات، فكريا وخلقيا واقتصاديا وسياسيا. هي المرأة، هي الأم، هي الزوجة، هي المربية، هي الحاضرة بكل الصور الموقرة، ربة منزل، موظفة، مساهمة بكل صور نهضة الأمة وقوتها. وهذا ما تبينه سورة النعم، سورة النحل، عند بيان الدور الرئيسي للمرأة في صنع الحياة الطيبة، وأنها ركن ركين في نهضة المجتمع المسلم، بقوله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذا ما أكده سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عندما قال: النساء شقائق الرجال. فالمرأة أما تنشئ مع زوجها المؤسسة الأهم، مؤسسة المدرسة الأولى للمجتمع، وهي مؤسسة الأسرة، جامعة فضائل المجتمع وأمينة خلق المجتمع. وأستعير من مصر، مصر البلاغة والعروبة، من حافظها الشاعر الكبير الحافظ إبراهيم: الأم أستاذ الأساتذة الأولى، شغلت مآثرهم مدى الآفاق. الأم روض إن تعهدها الحيا بالري، أورد أيما إيراق. الأم مدرسة إذا أعددتها، أعددت شعبا طيب الأعراق. ولا يتوقف دور المرأة هنا على عظيم مقام هذا الدور، بل نص القرآن الكريم على تنوع دور المرأة في نهضة المجتمع، فذكر القرآن لنا المثال للمرأة في نصرة الحق وإبطال الباطل، عندما ضرب لنا مثلا بالسيدة آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون وهي تصدع بالحق وتثبت عليه. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. كما بين لنا القرآن الكريم المرأة ودورها في العمل ورفض الاقتصاد إحسانا منها، فقال جل ذكره: إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قربا حسنا. وعندما نتكلم عن المرأة، وذكر علماؤنا الكثير من الأمثلة والكثير من الشواهد، ولكن أذكر أمثلة من حقبة الاحتلال الفرنجي الذي سمى نفسه بالاحتلال الصليبي، وما ذكر المؤرخون من دور المرأة في صناعة النصر في تلك الحقبة. فذكروا على سبيل المثال الملكة زمرد خاتون نزيلة البقيع، بنت المدرسة الخاتونية، الشيخة فاطمة بنت محمد السمرقندي زوجة الإمام الكاساني ومعينته علمية، الشيخة شكر بنت سهل شيخة الإمام السمعاني والإمام ابن عساكر، الشيخة فاطمة البغدادية خريجة مدرسة الإمام عبد القادر الجيلاني، قرأ عندها الحافظ عبد الغني والحافظ موفق الدين ابن قدامة. ومحدثكم
الذي تشرف بالكلام معكم في هذا البلد الذي نحب، أخذت سندي المتصل إلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم عن والدتي شيختي إنصاف بنت جدي الأزهري الشيخ عبد الله فهيم زيد الكيلاني، نفعنا الله بكم جميعا. واليوم أيها الكرام تعلمنا المرأة في فلسطين كيف تصوغ المرأة هوية المجتمع في تلك البسالة وذلك الثبات الذي ندر أن نشهد له مثيلة. فنسأل الله أن يعجل نصر أهلنا في غزة والقدس والضفة وكل فلسطين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك سيدي. شكرا لفضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني من الأردن، ويذكرني هذا المقال بأنه ليس عندنا سند في الخط العربي إلا عن طريق شهدة، فشهدة سيطرت الآن على كل أسانيد الخط العربي المروية عن ابن مقلة، وكذلك كريمة الدمشقية، كل تقريبا أسدنا إلى الإمام البخاري في رواية صحيحه، وهو عمدة كما تعلمون في مادته وفي مكانته الحديثية، كلها فيها كريمة الدمشقية، وهكذا والحمد لله رب العالمين يظهر هذا الجلاء في دور المرأة. أكثر من 90 امرأة تولت الحكم عبر التاريخ الإسلامي. يتبقى لنا مسك الختام فضيلة الشيخ شعبان رمضان مباجي من أوغندا، مفتي أوغندا، ولكن كنت أود تنظيم ما بعد السماع إلى الكلمات، وأرجو مشاركة الأخوات الواعظات والحاضرات في هذا. ننتقي منهن ثلاثة على قدر الوقت المتاح، ثم بعد ذلك نختم بطلب من الدكتور عبد الحميد متولي من البرازيل تعقيبا أو مداخلة لما نستمع إليه، ومضيف إليه أيضا مولانا إن شاء الله. فثلاثة من الأخوات يحضرن أنفسهن كده علشان ساعات البنت بتستحي وما ترضاش ترفع إيديها. طيب واحدة قومي تفضلي، وانت التانية تفضلي، قومي قومي كده. ها في حد تاني أهو البتاع بتاعكم المؤتمر بتاعكم، نعمل لكم إيه بقى؟ طيب خلاص الثلاثة دول بعد ما نستمع إلى سماحة الشيخ شعبان رمضان مباجي هنستمع إليهن بالترتيب هكذا حسب الصفوف، ثم للدكتور عبد الحميد، ثم لمولانا مرحبا بك في مصر أنرتها ونورتها الشيخ شعبان رمضان، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شكرا سيد الرئيس رئيس الجلسة أستاذ الدكتور آل جمعة مفتي جمهورية مصر سابقا، وأحسنتم لما قلتم هذا مسك الختام،
لأنني من دولة أوغندا. هذه أوغندا التي تقع في شرق أفريقيا، عدد سكانها حسب التعداد الأخير 46 نسمة. المسلمون يمثلون ما بين الربع إلى ثلث السكان، لأن الأعداد لم تذكر حسب المعتقدات والأديان. ونحن نعتز دائما بوجود الرابطة بين دولة أوغندا ودولة جمهورية مصر الشقيقة. فإذا كانت مصر هي أم الدنيا فأوغندا هي جدة الدنيا، لأنها هي التي ترضع مصر بالنيل، ونحن على ضفاف النيل. اسمحوا لي أولا أن أقدم الشكر والتقدير لجمهورية مصر رئيسا وحكومة وشعبا على تنظيم هذا المؤتمر 35 الدولي بعنوان دور المرأة في بناء الوعي، تحت رعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي قواه الله وأبقاه، وبرئاسة وزير الأوقاف المصري الدكتور أسامة الأزهري رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. كما أشكر جميع من قام بإعداد هذا الملتقى العلمي، فجزاهم الله خير الجزاء في الدارين. سأختصر موضوعي فقط عن دور المرأة في بناء الوعي الديني، فهذا الجانب سيكفيني إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، إلى آخر الآية. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النساء شقائق الرجال، أين ضائرهم وأمثالهم؟ كأنهن شققن منهم، وكل ما شرع للرجل فهو يشرع للمرأة، مثل واجب الدعوة والتوعية الدينية، إلا ما جاء تخصيص المرأة به. فإن مما لا شك فيه أن المرأة شقيقة الرجل في التكليف، وأن لها دورا هاما في إصلاح المجتمع ورعاية بيتها وإرشاد المجتمع وتوجيهه. لذا فإن الإسلام أكد على أهمية هذا الدور بتأهيلها له ودفعها إلى العمل لتحقيقه. والدعوة إلى الله جل وعلا من أعظم الأمور التي يجب على المرأة العناية بها ورعايتها، خاصة في هذا العصر الذي طغت فيه الفتن وكثرت دعوات التضليل، وجهل كثير من الناس أمر دينهم، وابتعدوا عن العقيدة الصحيحة، وانفتحوا على الغرب بما فيه من الانحرافات والفساد في الأخلاق والقيم وغيرها. ثم إن مجال الدعوة والوعي الديني بالنسبة للمرأة واسع، لتواجدها مع بنات جنسها واختلاطها بهن بشكل مباشر، مما يسهل عملية الدعوة والتوعية ويضفي عليها نوعا من المحبة والإخاء، فهي أعرف بنفسيات النساء من الرجال. ويجوز للمرأة في الإسلام أن تتولى التربية والتعليم والدعوة ك
كما هو شأن للرجل، لا سيما الأطفال والنساء مثلها، حتى الرجال الأجانب إذا كان ذلك مما في مكان آمن وخلت الساحة من الموانع وأمنت الفتن وسائر المحظورات. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله: يجوز فتي العبد والحر والمرأة والرجل والقريب والبعيد والأمي والقارئ والأخرس بكتابته والناطق. والفتية طريق من طرق العلم ونشر الوعي الديني، وللمرأة دور في التربية والتعليم إذا خلا من محظور شرعي كالاختلاط بالرجل ومزاحمتهم والخلوة بهم وغير ذلك من أسباب الفتنة التي توجد في المجتمع المختلط. ويمكن لطالب العلم أو المستفتي أن يستفتيها مباشرة أو عن طريق الكتابة أو القراءة أو السماع ونحو ذلك من وسائل الاتصال. ولذلك كان بعض أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضوان الله عليهن معلمات ومفتيات للأمة، رجالها ونسائها، شيوخها وشبابها، كعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وصفية بنت حيي بن أخطب، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وأم عطية بنت كعب بن الحارث، وأسماء بنت أبي بكر الصديق وغيرهن رضوان الله تعالى عليهن جميعا. ولم يقتصر دور المرأة في ميدان المعرفة الدينية على نقل الأحاديث المروية، وإنما امتد لكل فرع من فروع المعرفة الدينية والدنيوية، خاصة تلك التي تتطلب قدرات علمية عالية كمجال التدريس والتعليم. فالنساء لهن مساهمات في الفقه، ولم يقتصر دورهن على استنباط الأحكام الخاصة بالنساء، وإنما كان دورا ممتدا لكل قضايا الفقه والتشريع، كما اهتمت المرأة بتفسير القرآن وإدارة المنشآت الدينية. وكانت لعائشة رضي الله تعالى نصيب وافر من مرويات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بفضل ذكائها مقصدا للرجال والنساء لسؤال عن أمور الدين، كما كان كبار الصحابة يسألونها عن الفرائض وغيرها. قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس بفريضة، وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أعلم بفريضة ولا أعلم بفقه ولا بشعر من عائشة رضي الله تعالى عنها. إن المرأة في مجال التعليم عامل الأساس في قيام الحضارات والأمم، فمن دونها لا يمكن أن يكون هناك علماء وعظماء يساهمون في تغيير الواقع غير الصحيح بما يفيد الإنسانية على اتساعها. فإذا كان كذلك فلا بد من المسلمة الداعية أن تتعرف على بعض الأسس الهامة والعامة في دعوتها، لتكون دعوتها على منوال الشرع. منها الأساس الأول: الدعوة بالقرآن الكريم. فإن الله تعالى قد أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وأمره أن يدعو به ويعتمد عليه، فهو الحبل المتين والصراط المستقيم، جعله الله هدى للناس وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فلا بد أن تكون داعية مؤمنة ومنشرحة الصدر. المبدأ الأساس الثاني: السنة، المعرفة بالسنة النبوية والعلم الشرعي، بأن تكون الداعية عالمة بالعلم الشرعي وخاصة السنة النبوية، ليكون لها تركيز خاص على ما يتعلق بأمور النساء
وما يختص بهن يخصهن من أحكام. ثالثا التقيد بالشرع من الأسس التي ينبغي على المرأة الداعية مراعاتها وعدم الحيد والميل عنه بغيره. وقال قد قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة هنا العلم واليقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية. ومن الوسائل المقترحة للدعوة والتوعية الناجحة للمرأة الإبداع والابتكار وعدم الالتزام بالأساليب المحدودة التي لا تتجاوزها المرأة. ومن ذلك حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والتفاعل والمشاركة في البرامج الإذاعية وغير ذلك. ثانيا محاولة التأثير على الصديقات في المدرسة والجيران والأقارب بالكلمة الطيبة والخلق الحسن. ثالثا إقامة مسابقات دينية كمسابقات الكتاب والسنة. رابعا إقامة برامج مشتركة بين زميلات لتدارس القرآن والسنة. خامسا كتابة مقالات ونصائح دينية لنشرها للمستفيدين. فدور المرأة في الوعي الديني هنا هو أن تسخر المرأة المسلمة إمكاناتها لخدمة هذا الدين سواء عن طريق الدروس أو المحاضرات أو المسابقات أو مشاركات في الصحف والمجالات أو البرامج الإذاعة والتلفاز. أتيكم بمثل في أوغندا عندنا كان طرح قانون منع تعدد الزوجات في أوغندا. هذا مشروع كان قد طرح لجمع الأفكار والآراء. فالنسوة أمهات الإسلام خرجنا في مظاهرات في الشوارع احتجاجا ضد وضع هذا القانون الذي يحد من تعدد الزوجات. قالوا هذا خلاف القرآن ونحن لا نلزم لأزواجنا أن يتزوجوا بأكثر من واحد، ولكن الفسح يترك والمجال يترك لمن استطاع كما جاء في القرآن. فهنا هذا القانون لم يشرع لم يمنع لأن كانت هناك مسيرات في شوارع، وهذا يترأسها النسوة. فهنا لذلك لأن تعداد السكان في أوغندا مؤخرا كان رجل مقابل امرأتين ونص، فخلى على الأقل رجل إذا استطاع أن يتزوج بثانية هذا النص ممكن يعني، ولكن لابد أن يفتح المجال للتعدد. فهذا القانون رجع. وهناك أيضا خبرة أخرى لوعي المرأة في الدفاع عن الإنسانية. كان هناك مشروع لتوقيع لحظر الشذوذ الجنسي في أوغندا واعتبارها جريمة تفضي إلى الإعدام. فالرئيس كان قد تردد في توقيع على هذا القانون. فهنا النسوة تقدمنا في مسيرات في شوارع أوغندا يؤيدنا رئيس الدولة أن يصادق على قانون حظر الشذوذ الجنسي، لأن هنا قلنا هذا خلاف خلق الله والطبيعة التي خلق الله عليها الإنسان. فهنا أيضا الرئيس تشجع ووقع على قانون حظر الشذوذ الجنسي. والحمد لله هكذا كانت للمرأة في أوغندا أثر بعد وعيهن بما بالحلال والحرام، يعني كان لهن تأثير كبير. فلذلك فعلم رجلا تعلم شخصا واحدا،
فردا واحدا وعلم امرأة تعلم مجتمعا بكامله. في الختام أشكركم مرة أخرى على إتاحة شكرا فضيلة الشيخ شعبان رمضان. وورد في كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغريبردي كلاما ورد كلام منسوب إلى سيدنا نوح، قال لما أنزل ابنه فيها: أنزلتك في مصر وهي أم البلاد وغوث العباد. أوغندا احنا بنعاملها معاملة أنها فتية وشابة، فكيف تكون جدة؟ فما فيش مانع ان احنا نتفق انها خالة الدنيا، ويبقى في اخوة بينها وبين مصر وهي ام البلاد وغوث العباد. ونرجو الله سبحانه وتعالى، نبدأ بقى نسمع في المداخلات لانه لم يبقى الا القليل، وكل مداخلة لا تزيد عن دقيقتين، ولو زادت ثلاثة يعني يبقى في مسامحة. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الهدى والرحمة للعالمين. اليوم احنا في منتهى السعادة باللقائنا مع حضراتكم أئمة وكل الضيوف الحضور اللي من دول الشقيقة كلهم حاضرين عندنا، أهلا بيكم. نشكر الدكتور الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وجميع القائمين معه على إنجاح هذا المؤتمر. واهتمام بالمرأة ده مصر رائدة، مصر طول عمرها رائدة في كل المجالات الحمد لله، وتجربة جميلة جدا فريدة ورائدة تجربة وعظات الأوقاف والأزهر الشريف. المرأة طول عمرها في على مدار التاريخ والعصور رائدة، وزي ما حضراتكم قلتوا واشرتوا طبعا الوعظات والدعيات من اول ظهور الاسلام. ستنا خديجة رضي الله عنها وارضاها كانت اول داعية وواعظة وداعية الى الله سبحانه وتعالى، وبتدعو الناس كلها وسيدات لله وللرسول والرسالة اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جابيها، وستنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. المرأة نصف المجتمع، لا هي تعتبر بتلد النصف الآخر وبتربيه، هي اللي بتربي. فالمرأة كون لازم تكون داعية وواعظة، ده كان من زمان كمان، لأن السيدة والست اللي قاعدة في بيتها بتربي الأطفال والنشء الصغير ده، عايزة تاخد كل القيم والمبادئ، كل القيم الأخلاقية والدينية، وتديها للأطفال وللنشء من أجل أن يكونوا إن شاء الله يعني هم اللي رافعين راية الإسلام بعد كده في المجتمعات. المرأة كل حاجة بتعملها، مفيش حاجة ما عملتهاش ما شاء الله الحمد لله. هي كان فاضل لنا نبقى واعظة وداعية، والحمد لله أخذنا الدور وتفوقت فيه جدا، متفوقة فيه، والحمد لله أثبتنا نجاح فيه كبير جدا، وعمل جميل ونشاطات جميلة على أوسع نطاق. يعني احنا ما شاء الله الوزراء وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سنته وهديه الجميل اللي احنا ماشيين عليه وبنعلمها لكل السيدات وكل الاطفال اللي بيبقوا معانا في المساجد، بسم الله ما شاء الله يعني. والسيد رئيس عبد الفتاح السيسي اطال الله عمره يعني ادانا بقى خلاص، فتح لنا الطريق وقال انطلقوا، فالحمد لله كله ماشي على النظام جميل جدا. وسيادة الوزير معانا ان شاء الله، ونبقى اكتر واكتر واكتر. انا بس عايزة ارد على حضرته لما قال في اوغندا المرأة يعني طبعا ليها كيانها، وهو الاسلام ما حللش ابدا تعدد الزوجات والكلام ده، هو بس احنا بنقول ان هو قال في حدود، ليه احكام وليه حدود بقى يعني. فالجزئية بس البسيطة اللي حضرتك تعليقا عليها يعني بس. شكرا لك، الله يخليك، الله يكرمك، وشكرا لكل الحضور وكل القائمين. شكرا دكتور علي جمعه، الله يخليك، الف شكر. وتأتي الدقيقه الثالثه، خلي بالك. تفضلي دقيقتين برضو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سعيدة بوجودي مع حضراتكم منذ سنوات، وكنا في مؤتمر وبدأنا، كان أول مرة حضور فعلي للوعظات، وبدأنا في جلسة، كانت لنا جلسة وألقينا فيها كلمات، وكان البعض منكر لفكرة وجود وعظات. اليوم وأنا أحضر الجلسة الافتتاحية واستمعت لبعض الكلمات ومن بعض الحضور اللي كانوا مستغربين الفكرة سابقا، وأثنوا على التجربة المصرية وعلى إن المظلة اللي تبنتها وزارة الأوقاف من سنوات إن هي تفعل دور المرأة في الوعظ وفي الإرشاد، فشعرت الحقيقة بالسعادة. أحب بس أضيف لسيادتكم إن دور المرأة في الوعظ لم يتوقف فقط على المساجد، الحمد لله لنا دور فعال في المجتمع، وإحنا في مجال الدعوة منذ سنوات التقينا بجميع المبادرات، كل القضايا اللي موجودة على ساحة المجتمع شاركنا فيها. المرأة طبقت الشرع ليس فقط من خلال المحاضرات ولا بالدروس التي تلقى في المساجد، ولكن الشغل الشاغل لنا حماية هذا المجتمع من كل الملوثات الفكرية والعقائدية، كل ما يضر هذا البلد. فكنا بنشتغل في جميع المجالات، فأصبحت كل منا في مجالها موجودة تدعو إلى الصواب وإلى الصح الذي لم تختلف عليه لا شريعة ولا قانون. أسعدني أكثر أن الجميع من حضروا أشادوا بدور الأزهر، إذا في أسرهم في أمهاتهم في أبائهم، يعني يا رب يديم علينا نعمة الأزهر ويديم علينا فضل الأزهر والدعوة. شكرا لحضراتكم، وكل مؤتمر وحضراتكم بخير. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. المنصة الكريمة والسادة الحضور، يعني شكرا لهذه إتاحة الفرصة لأني أقول كلمة في هذا المؤتمر الطيب، المؤتمر 35 اللي سعدت به كباقي واعظات وأخواتي الواعظات باختيار العنوان دور المرأة في بناء الوعي. فدور قوي طبعا بإذن الله، أشادت به وعلمتنا الشريعة دور المرأة قد إيه لازم يكون يعني كرامة و تكريم للمرأة بالقرآن والسنة، وقامت وزارة الأوقاف بتأكيد هذا الدور كما تكلم معالي الوزير في هذا الأمر. بناء الوعي كما وضح معالي الوزير أستاذ الدكتور أسامة الأزهري بيتم بمحاور مختلفة: بناء الوعي الثقافي، بناء الوعي الديني، خدمة المرأة في المجتمع، وده دور مهم جدا. يعني يمكن دي بحب قوي نقف عندها، لأن المرأة مش مجرد المرأة الواعظة فقط، المرأة يعني البنت، الأم، الزوجة، في أي مجال عمل هي بتكون فيه. كمان من النماذج أو المحاور الأخرى دور المرأة في تنشئة الطفل والأسرة، ودي من الأمور المهمة قوي اللي كلنا كواعظات وقبلها كنساء مفروض نكون مهتمين بيها، لأن المرأة كما تعلمنا كده أنها تلد نصف المجتمع، ويعني هي نصف المجتمع وتلد النصف الآخر. فإذا أجادت المرأة دورها في تنبية النشأ، فأعتقد هيكون تمام قوي في طريق التنمية القوية للمجتمع. فهي قائمة على تربية النشأ، يعني اللبنة الأولى في المجتمع المسلم بشكل عام، ومؤثرة في باقي المجتمع. فطبعا هذه المحاور الطيبة نسأل مولى عز وجل أن نكون قادرين على هذا الدور، وجزاكم الله عنا كل خير. شكرا لك. هناك مقترح مكتوب يبدو أنها تريد أن توصله إلى معالي وزير الأوقاف، وهو أنها تقترح أن يهتم بتخصصات الواعظات والداعيات، وأن يستفاد من كل تخصص في تخصصي. فمثلا الطبيبة تهتم بالمسائل الفقهية الطبية، المحاسبة والتجارية وكذا تهتم بالمسائل المالية، الإعلامية وهكذا تهتم بوسائل الخطاب للاستفادة الأكبر من دور الواعظات في هذا. نستمع الآن إلى الدكتور عبد الحميد، لو سمحتوا الميكروفون. السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فأشكر رئيس الجلسة معالي الأستاذ الدكتور علي الجمعة أن أتاح لي الفرصة بهذه المداخلة، وهو العالم الموسوعي الكبير على فكرة كده فات دقيقة من الدقيقتين. طيب أنا بس يعني أنادي أستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المصرية بهذه الموسوعية في الواعظات، وهو رجل موسوعي أيضا، وكلنا تلامذة لمعاليكم معالي الأستاذ الدكتور علي جمعة. فالحقيقة هذه هذا المؤتمر العظيم الذي يحمل دور المرأة يتحقق عمليا في أخلاق معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري حين تعامل مع المرأة واقعا عمليا. فنحن نحييه ونحيي فيه هذه الأخلاق التي رأينا بها رأي العين كيف يحترم الرجل المرأة، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. شكرا لمعاليكم، شكرا لمعالي الوزير، شكرا للحضور جميعا. ختم في يعني مسك الختام، المسك الأظفر والكبريت الأحمر، تفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. البروفيسور الخضر عبد الباقي محمد مدير المركز النيجيري للبحوث العربية من دولة نيجيريا. شكرا لمولانا الأستاذ الدكتور علي جمعة لهذه المدرسة العلمية التي نعتز بها، وأشكر معالي الوزير الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري الذي أتاح لنا على دعوته الكريمة. طبعا لن أفيض كثيرا في مسألة الثناء والشكر وإلى آخره. نعم، نحن أصدقاء منذ موريتانيا بلاد الشنقيط. الوعي نتيجة محصلة نهائية لمقدمة، نعم المقدمة هذه هي المعلومات، ومعظم ما سمعناه أو ما استمعنا إليه اليوم أو من في هذه الجلسة تم التركيز فيه على المدخلات على المدخلات المعلوماتية التراثية من النصوص، وأعتقد أننا قد لا نختلف كثيرا في هذا المجال في موضوع النصوص التراثية. كلها محل القبول تقريبا لدى هؤلاء السادة العلماء، لكن المخرجات هي التي أعتقد أنه يجب الوقوف مليا عندها، بمعنى عبر القياسات. القرآن كرم المرأة، الأحاديث النبوية، نعم هذه هي البداية، المعلومات التي تكوننا عليها، لكن سلوكيات الناس كيف يتعامل المسلمون اليوم مع قضايا المرأة، وهذا الذي ينقلني إلى مداخلات أصحاب المفتين. أنا أشكر السادة المفتين الأجلاء، كنت أتمنى أن يتم التطرق إلى أن تكون المعالجة من خلال مداخلاتهم أن تكون مقاربة تنحو نحو المنهج الاستنباطي، بمعنى استنباط الاستفتاءات النسائية التي ترد إلى السادة المفتين، لأن منهج الاستنباط من استفتاءات النساء التي تأتي إليهم هي التي تقربنا إلى أو توصلنا إلى وعي النساء بالفعل، حقيقة ما عند النساء بالفعل في عالم الحقيقي وليس في عالم التراث،
في عالم النصوص التي تحدثت فيه. أنا مع النصوص ومع النصوصيين، ولكن نحن دائما نريد أن تكون هناك مقاربات أو مداخلات لقياسات ما لدى الناس حقيقة لسلوكيات الناس تجاه قضايا المرأة، وما لدى المرأة من معلومات حقيقية عن الواقع. وشكرا لكم. شكرا سماحة الشيخ عبد القادر، ونقدم الشكر للمنصة الكريمة الشيخ أحمد مويني بابا صوالح بدوي من كينيا، فضيلة الشيخ الحافظ شاكر فتاح رئيس العلماء ومفتي الديار بمقدونيا الشمالية، سماحة الشيخ مصطفى يوسف سباهيتش مفتي بلغراد صربيا، فضيلة الشيخ أبو بكر جمال الليل مفتي جزر القمر، فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني الأمين العام لدار الإفتاء بالأردن الشقيق، فضيلة الشيخ شعبان رمضان مباجي مفتي أوغندا، أهلا وسهلا بكم، وبنحيي ونشكر مكررا معالي وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري. بنكرر شكرنا لحضوركم ومشاركاتكم وحسن استماعكم، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن ينفع بها على قلة وقتها، ونجتمع على الخير إن شاء الله يا رب في الدنيا والآخرة. شكرا لكم. أنا ألاحظ بس دقيقة واحدة أو دقيقتين، لأنه ممكن نأخذ يعني مخالفة، وكأن السيد محمد وسام أمين الفتوى كأنه محضر قصيدة أو أظن ذلك، ولا إيه الحكاية بتاعتك؟ أنت بتشاور على إيه؟ نعم. أيوه. طب اطلع اطلع هنا في المنصة، ولو كان عندك قصيدة ولا حاجة تمدح بها المؤتمر قولها لنا، لأنه ده شاعر كبير، وهو أمين الفتوى في دار الإفتاء المصري. جزى الله معالي الوزير خير الجزاء، وجزى الله شيخنا إمام الأئمة وبدر التتمة. وأحببت إلحاقا بما ذكره فضيلته من بعث هذه النصوص الدينية التي تكشف عن عراقة الحضارة المصرية، وأنها تستند إلى أصول ثابتة حتى في الكتب السماوية، وما ذكره فضيلته من قول سيدنا نوح عن مصر أنها أم البلاد وغوث العباد. حاول البعض أن يشكك في هذه النسبة، فتتبعنا هذا الأثر فوجدناه مسندا في فتوح مصر والمغرب من طريق سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، أن سيدنا نوحا دعا لولده فقال: اللهم أسكنه الأرض المباركة التي هي غوث البلاد والتي هي أم البلاد وغوث العباد، والتي يجري فيها أفضل أنهار الدنيا، بإسناد حسن، ومثله لا يقال من قبل الرأي، لأنه عن صحابي جليل بإخبار غيبي. فنسأل الله تعالى أن يبارك في فضيلة مولانا، ويبارك في هذا المؤتمر، ويبارك في الحاضرين جميعا، وينجح مقاصده، ويجعله خير تقدم في رفعة قضايا المرأة والاهتمام بها، ورفعة هذا الوطن والنهوض بقيمه ومثله العليا، حتى يكون رائدا للأمة كلها. بكرة تكون محضر قصيدة تمدح في المؤتمر وفي الوعظات وفي الداعيات وفي البنات. ح...
الحال، ونستمع منك بكرة هذه القصيدة في ختام المؤتمر. نعم يا معالي الوزير، في ختام المؤتمر نتوجه بالقصيدة. هو بينشئ القصيدة في ربع ساعة، فبركاتكم يا سيدي، ما فيش يعني تكليف عليه ولا حاجة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.